السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. في قناة الصحف ليوم الثلاثاء 10 من مايو 2016، إليكم أهم عناوين صحف اليوم. جريدة الخبر، العنوان الرئيس: جرين يحمي جرائد تباع بالكيلوغرام، فضائح الإشهار العمومي في وهران. في نفس الجريدة عنوان فرعي: زوجة شكيب خليل وبن ابن زرهوني في بنما بيبرز. جريدة التحرير: المستفيدون من المحيط الفلاحي بسيدي عمران يستغيثون، واقع الفلاحة المصير المجهول في الوادي. وعنوان فرعي: ادعاء زعبيط اكتشافه دواء السكري أمر خطير. بوذياف: زعبيط ليس مشعوذا والوزارة تتبنى اختراعه، بينما يقول الباحث في الكيمياء الحيوية ويرد أن ادعاء زعبيط اكتشافه دواء السكري أمر خطير، وقريبا قانون الصحة على طاولة الحكومة والبرلمان. في نفس الجريدة أي جريدة التحرير، ويحيى يؤكد احتمال اللجوء للاستدانة الخارجية ويصرح الأفلان حليف استراتيجي وهنالك خلافات. صحيفة البلاد، العنوان العريض: زوخ يؤكد استمرارها إلى ما بعد رمضان، كل التفاصيل عن عملية الترحيل اليوم والاختبارات النهائية تخلط أوراق مصالح ولاية العاصمة. في نفس الجريدة ويحيى: اعتذار فرنسا عن جرائمها ليس حلا. إلى صحيفة الحوار، العنوان العريض: لا يمكن قطع العلاقات من فرنسا، هذا ما قاله ويحيى، اللجوء للاستدانة الخارجية ممكن قريبا، هذا ما صرح به ويحيى للجريدة. وفي نفس الصحيفة زوخ يؤكد أنها ليست العملية الأخيرة، العملية 21، الرحلة تبدأ اليوم والقصدير لن ينتهي. فيما يقول رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم أن الشعب لا يريد مدربا فرنسيا. جريدة الحياة، العنوان العريض كان من نصيب ويحيى: فرحات مهني مرتزقة ولا يدافع عن القبائل. ربراب سيس قضية الخبر، قال إن فالس غير لبق. وفي نفس الجريدة جيت صالح يؤكد على ضرورة الاهتمام بالتاريخ الوطني. نذهب إلى السوار دالجيري الناطقة باللغة الفرنسية: غاي لا باراليزي لا غريف دي كوندكتور دو تران كونتينو. ويحيى: ديكلين لي ريبونس دو بوفوار افير مانويل فالس. الخبر: سونتي دو بوتفليقة اتاك دو سعداني. سيتي لي تيم دو لا كونفيرونس دو بريس دو ويحيى. Cela s'est passé le 6 mai 1956, le même journal le soir, quand l'armée française incendia le village Irzer Iwakoran. Et on termine avec le quotidien d'Oran. Le grand titre, Ouyahia, à propos du tweet de Valls, les relations entre Alger et Paris ne seront pas affectées. سمير بن عربي، أعزائي المشاهدين، النشط السياسي في الجزائر ينضم إلينا لتحليل جل ما جاء في صحف اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير بن عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد الغني، تحية عطرة لك ولكل عمال المغاربية وكل مشاهديها في الجزائر وفي الخارج، تحية خالصة. سمير، كوليت ستار لنا في الإنجليز. رجل بسيط مواطن عادي يتمنى أن يخدم وطنه وأن يتعاون مع كل الخيرين من هذا الوطن لاستكمال رسالة الشهداء إن شاء الله. الله يسرك سمير. نبدأ لك بالخبر، فضائح الإشهار العمومي في وهران، هذا هو كان لو تيتر برينسيبال، هذا هو العنوان الرئيسي في جريدة الخبر. طغت قضية الإشهار واستعمال الإشهار خاصة في الإعلام الجزائري وفي الصحف خاصة. جرين يحمي جرائد تباع بالكيلوغرام، ما معنى هذا العنوان سمير؟ ابتداء من سنة 97 عملت السلطة على تجميع كل إشهار المؤسسات العمومية والخاصة لدى المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لاناب، وذلك لتركيع، لتجويع، لتخويف، لترهيب، لبث الرعب في كل صوت معارض، لجعل كل الأصوات الحرة، كل الصحف، كل القنوات تدخل في خط السلطة الرامي إلى تأسيس دولة مستبدة، دولة شعارها ما أريكم إلا ما أرى. للأسف الشديد عدد الصحف تجاوز 120 جريدة يومية، إضافة إلى جرائد محلية وجرائد أسبوعية وشهرية، كلها تنال من حصتها من الإشهار
أما من يخرج عن الخط، أما من يعارض السياسة العامة للسلطة، السياسة العامة للعصابة الحاكمة، فإنه تسلط عليه سيف الإشهار ويمنع ويحرم من الحصول مثل غيره على هذا الإشهار. يجب أن نقتنع ويقتنع الشعب الجزائري أن هذا الإشهار هو ملك الشعب الجزائري، هي أموال يستعملها صحف هي لأبنائهم وخليلات أبنائهم وأصدقائهم الذين أسسوا ما بين ليلة وضحاها صحفا تنال صفحات من الإشهار. هذه الصحف تباع بالكيلوغرام لتغليف السردين في الأسواق العمومية. هذه الجرائد التي لا تخرج في أغلب الأحيان من المطبعة هي وسيلة لتهريب مال عام، لتهريب مال الشعب الجزائري، ويحرم منها كل صوت حر لإظهار الحقيقة، لإبراز أن الجزائر تسع الجميع، أن الجزائر لا تستحق أن تعيش ما تعيشه اليوم من وضع مؤسف، من وضع مزري لا يتقبله القريب ولا البعيد. سمير، شكيب خليل الذي وقفت له بالند في إحدى زوايا عنابة وصرحت له بأن مكانه أمام العدالة الجزائرية وليس في الزوية الجزائرية، صرح لقناة خاصة منذ يومين بأن لا مشكلة له مع العدالة، ولو كان ذلك صحيحا لأدرج اسمه في بنما بيبرز، في أوراق بنما. واليوم تطالعنا الصحف بأن زوجة شكيب خليل ولد زرهوني في بنما بيبرز. أولا نصحح بعض المغالطات التي قرأتها في كثير من الصحف وكثير من المواقع، أنني حاولت إخراج شكيب خليل من المسجد، وهذه مغالطة. أنا أردت أن أوجه له رسالة عادية أن المسجد هي بيت من بيوت الله، وأن المساجد يكرم فيها أهل العلم، أن مكانه للتكريم لا يكون في المساجد، يكرم فيها غيره. أردت أن أخاطبه بلسان مواطن كل جزائري، يرفض أن تستغل أملاك الدولة، يرفض أن تستغل وسائل الدولة، يرفض أن تسيف المساجد، ويرفض أن تحزب المساجد. الذي طرد من المسجد هو سمير بالعربي وليس شكيب خليل. هذا الشخص العائد من بعيد الذي يريد أن يجد له مكانة، أو من أتى به من بعيد يريدون أن يجدوا له مكانة في هذا الواقع الجزائري المليء بالضبابية، هؤلاء جميعا نقول لهم كفاكم استعمال لأملاك الدولة، كفاكم استغلال للمساجد، كفاكم استغلال واستغفال لهذا الشعب الجزائري الأبي. أما لم يظهر اسمه في بنما بيبرز، فأسماؤه ظهرت أكثر من مرة في أكثر من فضيحة لا داعي لذكرها. هو في هذه القناة لم يستطع أن يبرز لنا مدى براءته، والصحفي كما شاهد الجميع طلب منه أن يتوجه إلى العدالة، قال أنه لا يثق في هذه العدالة، فكيف يثق فيها المواطن البسيط؟ نذهب إلى جريدة التحرير. سمير إذا تفضلت، كيفاش كانت قراءتك لهذا الموقع المحير؟ وزير تاع الصحة يضفي على أو يعطي مصداقية لأحد الصيدليين، لست أدري إن كان صيدليا أو لا، المهم هذا المخترع للدواء السكري اللي ظهر بعدين باللي أنه محتال أو أن اختراعه لا أساس له من الصحة، ادعاء زعبيط اكتشاف الدواء السكري أمر خطير، هذا أحد الأخصائيين في الجزائر يدلي بهذا الأمر. ألا تظن سمير بأن استعمال وزير الصحة لشخص مثل هذا يضر بصورة الصحة في الجزائر؟ الأمر غامض. نحن في البداية كنا نظن أن هذا الإنسان قد تمكن حقيقة من اختراع دواء لمرض السكر، ولكن طلعتنا كثير من الصحف، كثير من المواقع، كثير من التحليلات أن الأمر ما زال يسوده غموض كبير. نحن في انتظار تأكد لكشف هل هذه حقيقة. وزير يدافع عن هذا الشخص، نتمنى أن لا يخيب ظننا هذا الشخص الذي خرج بهذا الاختراع، لأن الشعب الجزائري كله يتمنى أن يبدع كل جزائري في كل مجال لحل مشاكل الجزائريين ولإيجاد حلول ترفع من قيمة الجزائر وترفع من قيمة العقل الجزائري. المحلل الآخر الذي يقول أن الاكتشاف هو أمر خطير، نتمنى كما يتمنى غيرنا أن يتوضح لنا الأمر أكثر، لأن الأمر ما زال فيه يشوبه كثير من الغموض. نذهب إلى جريدة البلاد سمير من فضلك. زوخ يؤكد استمرارها إلى ما بعد رمضان، كل تفاصيل عن عملية الترحيل اليوم، هل
عمليات الترحيل التي دائما تروج لها الصحافة الوطنية والإعلام الوطني، وصور الآن هي على شاشة التلفزيون طيلة النهار، التصفيق والزغريد والتهويل، هل تظن أنت باللي هذه القضية مهمة جدا حتى نضعها في أول البلاد وفي بالخط العريض، أم أن قضية الترحيل هذه لن تمس إلا عائلات مقربة جدا من رئيس البلدية ومن الوالي، وأن الآلاف من العائلات سوف تبقى بدون مأوى حتى بعد رمضان؟ أولا قبل ما نحكي عن الترحيل أخي عبد الغني، أنت تعرف وكل الشعب الجزائري يعرف أن هذا الأسبوع هو أسبوع امتحانات، ونهاية الشهر امتحانات في الابتدائي وفي المتوسط، وبداية الشهر المقبل امتحانات شهادة البكالوريا. دولة التي لا تحترم العلم، دولة التي تغبرطت في ما بين ثلاجة وغسالة، الدولة التي تقوم بأكبر عمليات الترحيل على مستوى العاصمة لآلاف العائلات، ثم بعد ذلك تجد نفس هذه العائلات بدون مدارس، أولادها يجدون أنفسهم بدون أقسام بدون أساتذة. هذه الدولة لا تشجع العلم، هي كارثة من الكوارث التي يجب أن ننتبه إليها. قبل أن نتحدث عن عملية الترحيل، عملية الترحيل مستمرة منذ سنوات، لأن هذا النظام لم يستطع أن يضع خطة استراتيجية مدروسة لمعرفة عدد الجزائريين المتحصلين حقيقة على سكنات، عدد المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية، لأن هناك آلاف الأشخاص الذين دفعوا ملفات سكن لم يتحصلوا عليها، وفي مقابل ذلك هناك من بنى قربي بنى براكة بنى دار لمدة 3 سنوات 4 سنوات قد تحصل ويتحصلوا على سكن اجتماعي. هناك بزنسة كبيرة، الكل يعرف أن عمليات الترحيل تشوبها بزنسة كبيرة ما بين رؤساء اللجان، ما بين رؤساء البلديات، ما بين الولات، وما بين رؤساء الدوائر. أنا ما يؤسفني أكثر هو عدم برمجة هذه عمليات الترحيل خارج السنة الدراسية حتى لا تؤثر على المنتوج العلمي لأطفالنا لتلاميذنا، حتى لا تؤثر على محصولهم العلمي في نتائج الامتحانات. أما قولك سؤالك إن كانت يتحصل عليها فقط المقربون، هي فيها عملية بزنسة، ولكن يتحصل عليها أيضا ناس سكنوا لعشرات السنين في 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 أعلى العمارات، في قبو، في سكنات هشة، في أحياء شعبية لا تتوفر على الحد الأدنى من متطلبات العيش. الفريق جيد صالح، دعني أضيف كلمة واحدة فقط. تفضل. يفتخر الوالي كما يفتخر كل الولاد أن هذا من إنجازات الفخامة. هذه السكنات لم تنجز بأموال الفخامة، ولكن أنجزت بأموال الشعب الجزائري. هي سكنات ملك للشعب الجزائري، من حق الشعب الجزائري، من حق له الحق في الشغل، له الحق في العمل، له الحق في الصحة، له الحق في التعليم، فلا داعي لاستعمال المزايدة، لا داعي لرفع شعار أنها من برنامج الفخامة. لكن سياسة المنتهجة عندما تصبو إلى تذهب في صالح المواطن يجب تثمينها كذلك سمير. في بلاد الفريق صالح يقول بأن جرائم فرنسا مصدر تحفيز للجيش للحفاظ على أمن الجزائر، في نفس الصفحة صفحة البلاد ويحيى يقول أن اعتذار فرنسا عن جرائمها ليس حلا. هل هذا الخطاب يذهب في نفس المصب، أن هذا هو الموقف الرسمي للدولة الجزائرية، أم أن ما يقوله قايد صالح وما يقوله يحيى خلط وضرب عشواء فقط لا يمثل الموقف الرسمي للجزائر؟ أظن أنه في ظل غياب مؤسسة رئاسية قائمة بحد ذاتها، وفي ظل شغور منصب رئيس الجمهورية منذ سنة 2013، هناك تخبط عشواء ما بين الناطقين الرسميين في أعلى هرم السلطة، ما بين أحزاب الموالاة. للأسف 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 نأسف أن الجزائر لم تستطع تثمين، لم تستطع تمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي عرض سنة 2005، والذي ما زال لحد الآن حبيس الأدراج. نعترف وهم يعترفون أن الجزائر، أرشيف الجزائر ما زال في يد فرنسا، يعترفون أن اتفاقية إيفيان الشعب الجزائري ما زال يجل كثير من النقاط التي رسمت فيها. للأسف فرنسا ما زالت تتحكم في كثير من دواليب السلطة الجزائرية، ما زالت تتحكم في كثير من رجالات الدولة الجزائرية. لاحظنا للأسف الشديد كيف تم استقبال رؤساء بلديات في حين رئيس لم يخاطب شعبه منذ أكثر من 4 سنوات.
كل هذا يجعلنا نقتنع أن طلب الاعتدال من فرنسا ما زال بعيدا، طلب أرشيفنا في فرنسا ما زال بعيدا، الوقوف الند للند في وجه المستعمر الفرنسي القديم ما زال بعيدا، الشعب الجزائري تحرر واستقل عسكريا ولكننا لم نستطع تحقيق ذلك ثقافيا اقتصاديا تربويا أمنيا غذائيا، ما زلنا في كثير من النقاط في كثير من القطاعات تبع للمستعمر القديم. جريدة الحوار كعادتها وضعت بالعنوان الكبير عنوان مخيف، تدخل ليحيى الأمين تاع الأرندي يقول بأن اللجوء للاستدانة الخارجية ممكن قريبا ولا يمكن قطع العلاقات من فرنسا. هل تظن أن المواطن الجزائري أرسل رسالة واضحة للسلطة يقول لها بأن قضية السندات وهذه السياسة الجديدة للاستدانة لا تهمه، وأن الجزائر أخفقت في هذه السياسة ونحن على أبواب الاستدانة الخارجية؟ أولا يجب أن نعترف أن هذا الرجل هو موظف في أعلى هرم السلطة منذ أكثر من 22 سنة، هو أحد خدام من يحكم، هو أحد خدام من يتفوق أكثر في ميزان القوة، شفناه أكثر من مرة ينقلب في سياساته، لاحظنا كيف حول المؤتمر الاستثنائي للأرندي إلى مؤتمر دائم، لاحظنا أنه تقلب مناصب كثيرة ما بين رئيس حكومة، وزير عدل، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، كل هذا يجعل المواطن الجزائري يرى إلى هذا الشخص بعين الربا، لا يثق في كلامه ولا يصدق ما يأتي به. اليوم يقول أنه لا يمكن العلاقات مع فرنسا، نحن متأكدون، متأكد الشعب الجزائري أن هذا ومن معه ومن حوله لا يستطيعون قطع علاقاتهم مع فرنسا لأن لهم فيها مصالح شخصية بحتة. أما في قضية الاستدانة وقضية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، بالأمس القريب كانوا يمنون الشعب الجزائري بالبحبوحة المالية التي حصلت عليها الجزائر جراء ارتفاع سعر البترول، لكنهم بسياستهم الفاشلة ببرنامجهم الوهمي الذي ظلوا يرفعونه لعشرات السنين لم يستطيعوا تحقيق وثبة اقتصادية. اليوم هم مستعدون يرهنوا باقي الجزائر، مستعدون أنهم يزيدوا ضرائب على الشعب الجزائري، لاحظنا قسيمة السيارات التي تم تطبيقها منذ سنة 97 كان في مرحلة معينة ولكن بعد ذلك أصبحت دائمة، لاحظنا ارتفاع أسعارها بطريقة جنونية، لاحظنا ارتفاع أيضا في أسعار الكهرباء والغاز في انتظار أنه يجي قانون مالية تكميلي الذي أكيد سيحمل الكثير من المفاجآت. هؤلاء لا يهمهم الشعب الجزائري، التقشف بالنسبة لهم لا يكون عليهم، لا على وزرائهم، لا على أبنائهم، لا على مشاريعهم، إنما يكون على حساب الشعب الجزائري الذي في كل مرة يدفع ثمن، دفع ثمن سنوات الدم، يدفع ثمن سنوات الأزمة الاقتصادية، سنوات البحبوحة المالية، لم تكن هناك استفادة كما يجب أن تكون بالنسبة لكل الشعب الجزائري، واليوم يريدون تجويعه عن طريق قانون مالي جديد. سمير بالعربي الناشط السياسي كنت معنا من الجزائر، لك مني جزيل الشكر. نذهب أعزائي المشاهدين إلى مراسل المغاربية في تونس الزميل غفران وأهم ما جاء في الصحف التونسية لنهار اليوم. تحية إليك زميلي عادل وإلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة التونسية التي اهتمت بالملف الليبي تحت عنوان بارز تصدر الصفحة الأولى، كيانات الدول تسأر من الربيع، عملية على القلب المفتوح في ليبيا وعلاج بالمضادات الحيوية في تونس. كتبت الصحيفة أن المؤشرات قد بدأت تتراكم لترجح الوضع في ليبيا التي دخلت آخر المطبات الجوية قبل معاودة الإقلاع واسترداد حملها المؤجل دبي، حلمها عفوا المؤجل دبي المتوسط. وكتبت الصحيفة إضافة إلى ذلك أنه بمعنى آخر الصراع الآخذ في التعمق بين مسار عودة الجيش في ليبيا بوصفه جوهر الدولة وآخر رقصات آلة الفوضى التي تتحرك تحت عناوين مختلفة منها الميليشيات قد يكون أعاد إلى الذاكرة تلك المسافة التي فصلت بين بوادر تمرد الشارع المصري في بداية صائفة 13 و2000 وتسلم الجيش لدفة القيادة حتى يمارس دور التحكم ويفعل
تفرز سلطة القانون إلى حين عقد الانتخابات ومن ثم إعادة بناء الكيان برمته. وأضافت التونسية أن هناك توافقا أمريكيا روسيا لصياغة وفاق يوقف أجواء الصراع البارد في ليبيا. وعقبت على الوضع في تونس أنه يبدو جليا أن المدخل الملائم لرئاسة الجمهورية في هذه المرحلة لصياغة المشهد في تونس هو خلق مسار موازي لمكبلات النظام البرلماني ومنطق المحاصصة الذي يمر وجوبا عبر ترميم كيان الإدارة التونسية ومن ثم إعادة الروح إلى الصبغة الهيكلية الجافة لاستغلال دواليب الدولة في البلاد للخروج من مرحلة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد وبالواقع السياسي فضلا عن تأخر المنظومة التشريعية في سن القوانين التي تحتاجها الحكومة. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق والتي تابعت الموضوع الاجتماعي في البلاد من منطقة بنجردان تحت عنوان نار الاحتجاجات تشتعل في بنجردان. كتبت الشروق أن مدينة بنجردان الحدودية تعيش حالة من الاحتقان والغضب بعد أن عمد محتجون إلى قطع الطرقات وإشعال عجلات مطاطية مما نتج عنهم مواجهات عنيفة بين الأمنيين والغاضبين، حيث تحولت شوارع بنجردان الحدودية التابعة لولاية مدنين إلى ساحات للكر والفر بين وحدات الأمن والمحتجين من أبناء المنطقة الحدودية الذين قاموا بقطع الطرقات عبر إشعال عشرات العجلات المطاطية. واتصف الوضع بوجود غضب لدى المتساكنين فضلا عن إيقاف شاحنات حاولت استعمال معبر الزهيب وازن التابع لولاية التطاوين والذي يبعد حوالي 140 كيلومترا عن بنجردان. وتأتي هذه المواجهات بين المحتجين ووحدات الأمن في ولاية مدنين لتستمر ساعات ليدعو خلالها الأمنيون الأهالي الغاضبين إلى العودة إلى محلاتهم ومنازلهم بعد أن طالبوا بالتنمية وبمواطن الشغل في الولاية. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح والتي اهتمت بقضية تثير الرأي العام في تونس هذه الأيام وهي قضية مبادرة تشريعية للمساواة في المواريث تحت عنوان مهدي بن غربية يكشف مبادرته التشريعية حول الميراث. حيث كرر مجلس نواب الشعب المهدي بن غربية أكثر من مرة أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أكد أمس خلال لقاء صحفي عقده بالعاصمة بمعية عدد من النواب لتقديم مقترح القانون الأساسي المتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث أنه تم اعتماد الصبغة الإخبارية لنظام الميراث في هذه المبادرة. وفسر النائب أن من يريد من الورثة أن يطبق عليه النظام الحالي لتقسيم المواريث فله ذلك، لكن كل ما في الأمر أن يختار بمحض إرادته وأن تتعامل الحكومة والنظام التشريعي على اعتبار أن قوانين المواريث يجب أن يخضع للدولة المدنية وليس للمرجعية الإسلامية التي حددت قانون المواريث. ختاما صحيفة المغرب وفي ذات الموضوع تحت عنوان المبادرة التشريعية في المساواة الاختيارية في الميراث للنساء عامة وللمرأة الريفية خاصة. كتبت المغرب أنه ليس من الغريب أن تحدث مسألة المساواة في ميراث كل هذا الجدل الذي وصل إلى حد الاتهامات المعلنة أو المبطنة بالكفر، لأننا لسنا أمام مسألة بسيطة بل أمام قضية ذات دلالات رمزية كبرى دينيا وثقافيا واجتماعيا وأمام خيار مجتمعي يصعب كثيرا إيجاد توافق هادئ حوله. لكن الغريب أن بعض أصحاب نظرية مش وقت يقولون أنهم يعارضون فكرة المساواة في الميراث باسم المرأة الريفية وقضاياها وحقوقها وأن هناك حقوقا أهم ينبغي الالتفات إليها قبل ترف المساواة في الميراث. وتابعت الصحيفة في معرض تحليلها أنه في عهد الفاروق عمر فتحت جيوش الإسلامية العراق وفيما يسمى بأراضي السواد وهي الأراضي
الأراضي الفلاحية التي تقع بين دجلة والفرات، واجتهد المسلمون الفاتحون في التشريع الإسلامي وجددوا في مسائل فقهية ومسائل تتعلق بقطع يد السارق وجلد الزاني الأعزب ورجم الزاني المحصن. ودعت الصحيفة إلى الاجتهاد في مسألة المواريث بناء على هذا التراكم الذي اعتبرته تراكما فقهيا اجتهاديا إسلاميا يخدم المرأة الريفية أكثر من بقية النساء على حد تعبير الصحيفة. هذا زميلي عادل أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. شكرا غفران، ونذهب إلى الزميل نبيل عبد اللوي وأهم ما جاء في الصحف المغربية. مرحبا بك زميل عبد الغني وبجميع السادة المشاهدين. أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصدر اليوم نستهلها بيومية رسالة الأمة. النقابات تستبق جولة الحوار الاجتماعي الجديدة بمذكرة من 10 مطالب. فقد استبقت النقابات جلسة جديدة وحاسمة من الحوار الاجتماعي بحر الأسبوع الجاري بمذكرة تفصيلية بعثتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أمس، وضمنتها أهم مطالبها. وطلبت النقابات بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد. في ذات اليومية دائما البرلمان يناقش مقترح قانون الفريق الدستوري لمواجهة مافيا العقار السطو على العقار، فمن المرتقب أن يشرع مجلس النواب غدا في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الدستوري يقضي بتعديل المادة الثانية من القانون المتعلق بمدونة حقوق العينية المتعلقة بمواجهة مافيا السطو على العقار، والتي تنص على أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية. نتحول إلى يومية الحركة التي تكتب الأنترنت والقراءة المجانية للجرائد تهدد الصحافة الورقية في المغرب. فقد أظهرت دراسة أنجزتها الفيدرالية المغربية لناشر الصحف لمعرفة أسباب تراجع قراءة الصحف ودراسة اهتمامات القراء أن زحف الأنترنت والصحافة الإلكترونية يساهم بشكل كبير في تراجع مقروءية الصحف، علاوة على اتساع ظاهرة قراءة الصحف بالمجان في المقاهي، حيث صرح 63% أنهم يقرؤون الصحف في المقاهي و77% يقرؤونها على هواتفهم الذكية. في ذات اليومية ترقب انخفاض إنتاج زراعة الزيتون البورية ب40% بسبب الجفاف، حيث توقع رئيس الفيدرالية المهنية للزيتون أن ينخفض إنتاج الزيتون في المناطق البورية بنحو 40% هذه السنة، مبرزا أنه بالنسبة للمناطق المسقية لن يكون هناك آثر كبير، لكن ننتظر يقول المسؤول اكتمال الأزهار والظروف المناخية التي سيتم فيها ذلك قبل أن نتحدث بدقة عن توقعات الإنتاج. وتعتبر هذه السنة الثانية على التوالي التي ينخفض فيها إنتاج الزيتون بالمغرب، إذ تراجع خلال الموسم الماضي بنسبة 27% مقارنة مع الموسم الأسبق. نختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية لوماتا. أسعار المواد الغذائية ستنخفض في رمضان، فاستعدادا لشهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 28 يوما، كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا أنه تم اتخاذ جميع التدابير والترتيبات ليمر شهر رمضان في أحسن الظروف، مشيرا إلى أنه رغم تأخر الأمطار إلى أنه جرى ضمان تموين جيد للأسواق الوطنية ومواجهة أي خصاص مرتقب. وأوضح الوفا في تصريح صحفي أن أسعار المواد الاستهلاكية التي عرفت ارتفاعا في الشهور الأخيرة ستشهد انخفاضا خلال شهر رمضان نظرا للإجراءات التي جرى اتخاذها من أجل ضمان وفرة العرض، خاصة تخفيض رسوم الاستيراد الجمركية. هذا تقريبا زميل عبد الغني أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا الصباح. شكرا نبيل. أعزائي المشاهدين نترككم مع صور الكاريكاتيرية.
كانت هذه آخر محطات قالت الصحف للنهار اليوم. ابقوا على خير أعزائي المشاهدين، في أمان الله.